اليوم إن شاء الله عندنا الدرس الأخير. هنتحدث فيه إن شاء الله عن زيمر دايود وعن منظمات الجهد. وفي اختبار نحاول نحل. كان زمان من خواص الثنائي العادي إنه بيتحمل جهد عكسي معين. جهد العكس المعين هذا هو الآن اللي بيتم استغلاله في صناعة مثبتات الجهد أو الزيمر بيتس. كنا حكينا في الرسمة هذه، قلنا انه ثنائي لما بعكس الجهد اللي عليه يبدا منطقه الهبوط توسع توسع لحد ما توصل لمرحله بتصير هذا نهايتها موصله للجهد. عرضت خلال الدرس اللي فات او اللي قبله دائره تقويم نصف الموجه اللي هي هذه، وقلت انه الثنائي الضوئي مثلا ما بينفعش يشتغل كمقوم للجهد الكهربي لأنه جهد الانحياز العكسي بتاعه منخفض. نشوف هنا لو أنا بدي أستبدل هذا الثنائي ثنائي زينر دايود كيف حيكون شكل الإشارة. هنا لو انا حطيت زينر دايود على اساس انه اخليه يقوم جهد متغير، هذا الزينر قيمته 5 فولت نشوف كيف بيتم ده. بالنسبه للتحميل مش عارفه، مش راضيه تتحمل الباقي البطاريات معايا، بس بحاول احملهم احملهم شوف كيف طلع. بص هنا على الشكل، بالنسبه للنبضه الموجبه، النبضه الموجبه بتدخل بدون مشاكل، مش مشاكل على النبضه الزينر ده. لكن بالنسبه للسالب لاحظ هنا انه الفقره من هان تقريبا، ها من هان لغايه الهان هذا الجزء ما جابهوش الزيمر. الزيمرات والثنائيات نفس الشبه، يعني نفس الشكل، لكن لازم نقرا الرقم اللي مكتوب عليه عشان نعرف انه هذا زيمر او دايو. في بعض الزينارات بتبقى لهم شكل هيك شويه مميز، لكن ما ناخذش الشكل يعني كأمر اساسي في تحديد انه هذا زينار ولا دايود. نحاول نقرا المكتوب عليه او نشوف الرمز بتاعه اللي بيكون على الدائره، يعني هذا الرمز مد على دايود طبعا بيخلق هذا دايود، هذا فوق عندنا رمز الزينار دايود. رمز الزينار دايود بيكون اما بالشكل هذا او بالشكل هذا، اما بهذا الشكل او بهذا الشكل، لكن هذا الشكل اشهر صراحه لانه هذا الشكل ممكن يستخدم لقطع. هو لازم انا الزيمر دايود او اي قطعه بشوفها لازم ابحث عن رقمها، يعني اذا ما كانش عندي فكره عن الرقم تبعها لازم ابحث عن رقمها. حتى لو انا لقيت مكتوب على الشاصي مرسوم شكل الزيمر دايود، هذا مبدا انه الزيمر دايود انا بهتم بالجهد تبعه تماما، يعني ما بينفعش اركب اي زينه مكان زيمر دايود.
ينفعش يعني. عشان هيك لا لا مشاكل كهرباء طبعا النت هذه مشاكل كهرباء. قلت لو انا افترضت اني استخدمت زينر ديت 5 فولت علشان اقوم جهد كهربي، فحلاحظ انه في جزء على قدر 5 فولت بتوع الزينر ديت اللي هم هذول من هنا لهنا تقريبا، هذول حيختفوا مش حيبينوا، يعني مش حتطلع الاشاره، حتطلع الاشاره بهذا الشكل، وهذا اشاره طبعا اشاره حقيقيه يعني مش حقيقيه. انا من استخدام الزينر خلط حتطلع معي هذه الاشاره، بمعنى انه تمرير امامي حيمير زيه زي اي ديود، في التمرير العكسي حيقدر يحجز بس قيمه الجهد بتاعه، الجهد العكسي حيقدر يحجز بس قيمه الجهد بتاعه. اذا زاد الجهد عن جهده خلاص بمرره زي ما هو مرره هنا، هنا مرة يزيد عن الجهد بتاعه. هنا عندنا منحنى خاص احنا تماما، لكن انا بحب اقول لك يعني انه في جهد معين حيكون الزينر تبعه بتوصيل الزينر، يعني بيكون مش مجرد يعني مثلا عندي انا زينر دايود، عندي مثلا زينر دايود مثلا 5.6 فولت، مش معنى ذلك انا لو حطيت مثلا 5 فولت ان هو ما بمررش، لا هو حيمرر لكن تياره ايش؟ ضعيف. عندما يصل للقيمه تبعته، عندما نصل للقيمه تبعته بيصير في انكسار او بمرر تيار عالي جدا. كمان مره بعيدها وبعدين بجاوب على السؤال. قلت زينر دايود لو افترضنا انه عندي زينر دايود 6.2 فولت، هذا لا يعني انه لو انا اعطيته اقل من هذا الجهد هو مش حيمرر على الارضي، لا هو حيمرر على الارضي اللي هو هذا المنحنى من هنا، لكن هذا التمرير اللي على الارضي، لكن هذا التمرير اللي على الارضي بيكون ضعيف جدا. امتى بمرر اكبر تيار على الارضي؟ عندما اصل للقيمه تبعته اللي هي 6.2 فولت. الزينر دايود اللي انا استخدمته في الاستلسكوب فقط عشان افرجيكم كيف انه هو ممكن يشتغل كدايود عادي، لكن بالانحياز العكسي مش حيمرر على قيمه جهده بس، لكن اذا زاد الجهد عن قيمه جهده اللي هو هالمنطقه هذه زياده عن جهد الزينر فهو بيمررها، يعني عن جهده. يعني لو كان 6 فولت انا حطيت له 7 فولت يبقى ال 1 فولت الزياده هذه بمرر. الدايود بيستخدم في التقويم، بيستخدم في الحمايه، بيستخدم في دوائر كثيره. الزينر دايود وظيفته هي تثبيت جهد، تثبيت الجهد الكهربي، والجد حيبين معانا الشيء هذا من خلال الشرح. بيتركب الزينر دايود في الدائره زي ما احنا شايفين. زي ما احنا حكينا عن الثنائي الضوئي، الثنائي الضوئي لا يجوز الجهد مباشره، لازم اركبه عن طريق مقاومه. الزينر دايود ايضا ما بيشتغلش الا بمقاومه. ما بيشتغلش الزينر دايود الا بمقاومه، ما بينفعش مثلا ان انا استخدم الزينر، مثلا عندي محول 12 فولت، لما انا بعمله دائره تقويم زي اللي احنا تعلمناها في الدروس السابقه، وانا بدي منه جهد 12 فولت، ما بينفعش احط الزينر دايود عشان ينزل الجهد تبع هذا المحول 12 فولت، ها ايش اللي بدي اعمله؟ لازم اركب مقاومه في الطريق، ومن بعد المقاومه اركب الزينر دايود واخليه يخفض الجهد ل 12، وغير هيك الزينر دايود بنحب، لانه الزينر دايود له تيار معين. وإذا خليت التيار يزيد عن تياره على طول بيعطل، ولما بدي أنا أشغله معنى ذلك إنه يعني أشغله على دائرة تغذية مباشرة، معنى ذلك إنه كل التيار الزيادة اللي في الدائرة هو حياخده، طبعًا هذا الكلام ما بيظبطش، معنى ذلك ما بتحملش يعني. بتميز الزينر دايود على الشاصي ممكن ينكتب عليه دي بس، أما إذا الدايود عفوا الدايود العادي على الشاصي بنكتب عليه الرمز دي، إذا هو زينر دايود بنكتب عليه زينر دايود، حرف الزين وحرف الدال. الديودات اللي تشبه الزينر دايود اللي هو مثلا 1M41488، هذا الثنائي طبعا احنا ما بنقدرش ندرس كل القطع الالكترونيه، هذا الثنائي طبعا مهم جدا في الدوائر الالكترونيه، هذا طبعا الجهد بتاعه حوالي 100 فولت، تياره حوالي 100 ملي امبير، هذا مستخدم بكثره في الدوائر الالكترونيه، مستخدم بكثره في الدوائر الالكترونيه، وشكله بيشبه شكل كثير كثير جدا من الزينر دايود. عشان هيك الشكل ما مش حيدلني انه هذا زينر دايود، وانما لازم اقرا الرقم بتاعه واتاكد اللي على الشاصي موجود رمز دي مش او زينر دايود او دايود، يعني عشان انا اقدر اعرف، عشان اعرف قيمه الزينر دايود. طبعا احنا زمان كنا بنستخدم كتب المعادلات، اليوم لا، يعني على طول على اصبح
لانه حتى كتب المعادلات اصبحت قديمه. يعني انا عندي اخر كتاب في المعادلات انتج قبل 10 سنين يعني 2002. اليوم كتب المعادلات ما بتلحقش، فصار الشغل تبعنا على الانترنت، يعني من خلال الانترنت، من خلال محلات البيع والتسويق. هم بيبحثوا عن خواص القطع قبل ما هم ينزلوها، لما بينزلوها على السوق اساس انهم يسوقوا، وهم اللي بيقولوا لنا ايش القيمه تبعت الزينه البيض، وهم حتى احيانا بيقولوا لنا ايش الحاجات المعادله لبعض القطع كمان، على اساس ان هم يساهموا في تسويق المنتج. طبعا لو انا عندي زينه بيض عطلان لازم اغيره بنفس المواصفات، بنفس المواصفات، لو التيار تبعته اعلى شويه بيمشي الحال، انما ما بحطش اي زينر وبمشي. في مثلا ممكن يكون مكتوب على الزينر 5.1، على طول بنعرف انه هذا زينر دايود 5.1 فولت، مكتوب عليه 5V1 برضه 5.1 فولت، لو كان مكتوب عليه 12 بنعرف انه 12 فولت، لو كان مكتوب عليه 12 برضه بنعرف انه 12 فولت، يعني سواء بحرف الفي او بدون حرف الفي. في عندنا ارقام زينرات شويه طويله زي بي زد اكس 852 سي 22، هذا مثلا السي 22 دلتنا على انه هذا الجهد بتاعه مثلا 22 فولت. الاكس هنا مثلا دلت على انه هذا 1 واط، الواي مثلا دلت على انه نص واط. طبعا هذا الكلام ما بينطبق، يعني بينطبق على الشركه اللي هي انا اخذت منها، شركه فيليبس افتكر، يعني الشركه انتجت هذه الارقام وقالت انه هذه الارقام تعني هذه القيم. زي ما احنا بنشوف هنا الواي تساوي نص واط، الاكس تساوي 1 واط، السي هنا دلت يعني 85 دلت على انه فمثلا لو احنا اتخذنا مثال مثلا 1N4746 مثلا، هذا زينر برضه مش مكتوب عليه اي حاجه، يعني ما فيش اي حاجه تدل على قيمته. هكذا بدي اعرف القيمه تبعته، لازم افتح على داتا شيت او على الانترنت، انت وشطارتك بين بتعرف تفتح وبتشوف ايش هي المواصفات، ثنائي بالفعل او مكتوب على الزينه البيض مش على عرضها المقاس تبعها. طب مش هي انا بعرضها عليكم كفكره مش اكثر، لانه ما بسعش، يعني هذا جدول لقيم لونيه للزينه البيض. طبعا الزينارات دايود تتراوح قيمها بين 1.2 صراحة و 200 فولت، طبعا ممكن أكثر من هيك وأقل من هيك شوية. كل زينار دايود بزيد عن الثاني بمقدار حوالي 6 فولت. يعني تلاقي الزينار مثلا 1.2 1.8 2.4 3 3.3 3.6. ليش بنقول 3.3 و3.6 و3.9؟ لانه هذه القيم كثير مطلوبه، ففي تدقيق شوي عليها. 4.1 4.7 5.1 5 وهكذا، يعني هكذا الارقام القياسيه. زينر دايود بالعاده يعني مش شرط يكون حاسم الجهد 100%، ممكن الاقي شويه جهد اعلى او شويه جهد اقل، يعني حوالي نص فولت اعلى او نص فولت اقل من قيمته. هذا الامر بيكون مقبول الى حد ما، مع انه في الاجهزه الحديثه حنلاقي انه في زينارات دايود، الزينار دايود عباره عن اي سي متكامله، لا بزيد نحصه نتفه ولا بنقص نتفه، لكن بكل شيء بطرفين بكون بعده اطراف. نشوف منظمات الجهد، بس اشوف الملف طلع ولا ما طلعش. مثبتات الجهد، يمكن مثبتات الجهد انا اضفتها اضافه زياده على الدوره، يعني دوره ما لهاش علاقه بمثبتات الجهد، بس كل ما ننهي بحاجة قد تكون ذات فائدة للمحول. يعني واحد عمل ترانز، نقول تحط له شوية معلومات عن منظمات الجهد. منظمات الجهد اللي هي عبارة عن قطعة ثلاثة أطراف، 1 2 3، إلها دخل وإلها خارج وإلها خط أرضي، يعني قطعة مربعة بثلاثة أطراف. هنا مثلا على حسب الجهد قيمته مثلا 7.3 فولت، وهذا الجهد دي سي، بقدر انا ادخل الجهد على احد الاطراف وباخذ من هنا جهد يتناسب مع رقم، نعم الريجليتر، هذا يتناسب مع رقم الزينه، يعني مثلا هذا ال ام 7
805 يبقى الزينة بيض المنظم الجهد هذا يطلع 5 فولت. فبنلاحظ هنا نعم هذا هو الريجوليتر، نعم يعني هنا بيدخل جهد، هنا ارضي وهنا الفولت ارضي. لو نظرنا لهذه الدائرة هنجد انه في عندنا مكثف كبير في الدخل، مكثف صغير في الخارج. لاحظين المكثف تبع الدخل 100 مايكرو فراد، مكثف اللي في الخارج 1 مايكرو فراد. هي هيك الطبيعة. على اساس الدائرة هذه لما تكون هنا مفصولة، مفصولة من هنا، بيكون ما يكونش فيه مشكلة. على اعتبار انه لو كان هنا مكثف مثلا 100 مايكرو، حطيت هنا كمان مكثف 100 مايكرو، لما بنقطع الجهد من هنا بيضل هنا جهد. الجهد اللي هنا لو انت اخذت بالك بصير بالنسبه لهذا المنظم جهد عكسي، وهذا طبعا يمكن ما يخليهوش يتلف مباشره، لكن على المدى البعيد يعني سنوات بيكون بعرضه للتلف، وبالتالي ما بحطش هذا المكثف وبخليه موجود في نفس الجهاز، يعني نفس الجهاز اللي موجود هذا بيغذيه بيكون موجود فيه مكثف بدل ال 100 يمكن يكون 1000. عندنا منظمات الجهد قلنا مثلا 5 فولت دي سي ريجوليتر كذا اسمه كذا. اسمه مثلا LM7805 او MC7805 اللي هو منظم جهد. في عندك السالب، منظم الجهد السالب اللي هو بيبدا بالتسعه، لاحظ هذا بيبدا بالتسعه، هذا بيبدا بالثمانيه. هذا يعني 7-8، هذا 7-9، وبرضه هنا ممكن ياخذ الام سي، وكذلك ال 6 فولت اللي مكتوب عليه 7806 هذا 7909 مثلا، لانه 9 فولت سالب، وعلى وهكذا يعني. فمنظم الجهد طبعا على طول انا بعرف قديش القيمه تبعته من خلال قراءته. طبعا منظمات الجهد هذه كلها غالبا هي فقط 1 امبير زي ما احنا مكتوب هنا. 1 امبير وكمان مع التبريد، مع التبريد ممكن توصل لاكثر من 1 امبير، يعني ممكن توصل معايا ل 1.5 امبير، ممكن توصل ل 1.5 امبير. الها يعني جهد الدخل تبعها هذا لازم دائما تطلع عليه من الداتا شيت. يعني مثلا عندي منظم جهد 5 فولت، جهد الدخل طبعا لازم تنظر له من الداتا شيت. طبعا لكن هو يعني حاجه طبيعيه حوالي 24 فولت. طبعا هنا كاتب المصمم 36 فولت، طبعا 36 فولت هذا يعني يعتبر زينر خاص يعني او منظم جهد خصوصي. هنا طبعا الاشكال تبعت الزينر نلاحظ الاشكال تبعته هذا شكل، هذا يعني اكثر الاشكال تداولا لانه هذا هو الواحد امبير. في عندنا شكل زي هذا في عندك كان ايش طبعا اقل يعني اكبر، طبعا بعدين تيار القطع وحجمها، يعني مجرد ما اقول التيار اعلى على طول حجم القطعه بيكبر، لكن الجهد مش كثير مرتبط بالحجم، يعني اكثر حاجه ارتبطت بالحجم هي التيار. طبعا الاخوه اللي عاوز يحط اي سؤال يسال عشان انا بدي اخش على الامتحان تبع الاختبار تبع الدوره. اللي عاوز يسال اي سؤال يسال عشان انا اخش على الاختبار تبع الدوره. في غالبا يعني دوائر اللي بتستخدم الاوبريشن امبليفاير، الاوبريشن امبليفاير عشان تاخذ منه اداء صوتي غالبا يعني مضبوط لازم تعطيه تغذيه مود. يعني لو انت عندك جهاز امبليفاير، جهاز امبليفاير جيد استحاله الا تلاقي فيه جهد موجب وجهد سالب، جهد موجب وجهد سالب. انه بيطلع مركبة الدي سي في صفر، يعني مركبة الدي سي تطلع صفر. لما تطلع مركبة الدي سي صفر بيكون تكبير الإشارة أفضل، وبتكون أنت مش بحاجة إلى استخدام مكثفات للربط، لأنه بتعرف أنت المكثف هيحجز مثلا دي سي بالاي سي. لو أنت مكثف ربط خالص بيكون عندي أداء أجود. يعني في الامبليفايرات برضه انه تغذيه الخارج كمان برضه زائد ونقص. يستعمل الزينر لتثبيت الجهد فقط لا غير، لتثبيت الجهد عند قيمه معينه، يستخدم الزينر لتثبيت الجهد عند قيمه معينه. مش فاهم ايش لكن في محول الجهد بنحط الموجب
بالنسبة اني ارفع له الدروس، يعني اكبر قدر ممكن من الدروس، لكن مش راضيات يمتحن معايا في الرفع اطلاقا. يعني انا من قبل الدوره بحوالي نص ساعه لحتى الان بحاول ارفعهم، مش عاوزين يرتفعوا، مش راضيين يرتفعوا، بحاول اعاود ارفعهم على الفني. شوف يا استاذ يحيى، يعني انا لو عندي ما لقيتش انا منظم جهد موجب، اوكي، يعني ما فيش، ما لقيتش منظم جهد موجب، انا فقط اللي لقيته هو منظم جهد سالب. انا ممكن استخدم منظم الجهد السالب، يعني بدل ما اقول هذا موجب بقول هذا سالب وخلاص. لكن الفائده الكبيره لمنظم الجهد السالب قلت لك عند استخدام مكبر العمليه، استخدام احاول يا استاذ دعم فني، والله من يوم ما قلت لي انا بحاول ما اعرفش، يعني انا عندي اشتراك في الفور شير ما قبلش يرحل الموقع هذا اللي برفع منه الان على الجهاز تبعي مش راضي، يعني صار عندي مشكله في الرفع. بس احاول نتحدث في احاول اقسمهم طبعا، لانه يعني هو كله 3 ميجا الملف، يعني مش كثير، يعني الملف كله 3 ميجا خلاص. هي مرات تيجي زي ما تقول، يعني بيجي عدم تسهيل هيك من ربنا سبحانه وتعالى. على العموم الاخوه الاعزاء، يعني انا يعتبر ان شاء الله الدوره تكون انتهت، الدوره ان شاء الله هي انتهت. يمكن ما كانتش الدوره يعني زي ما انا عايز بالضبط، لكن صدقوني يعني انا بذلت عن جهد، وهذا اللي طلع بيدي ان انا اعمله. يعني لو طلع بيدي اعمل من هيك انا عملت احسن، لو طلع بيدي اعمل احسن من هيك لعملت احسن من هيك، لكن هذا اللي انا طلع بايدي اقدمه لكم. يمكن في ناس التزمت بالدوره وما اخذتش الفائده اللي هي عايزاها، يعني يعذروني، انا اللي قدرت عليه هو اللي عملته، اعمله هو اللي. يعني في بعض حتى اسئله، يعني في نكته هيك صغيره بتحضرني، وهي صحيح مش نكته، يعني هذا في واحد اسمه محمد، ففي واحد بيساله بقول له ايش اسمك؟ قال له محمد. قال له انت مسلم ولا مسيحي؟ فراح محمد قال له اللي عنده نظر بميز. بصراحة طب هو محمد قبل ما يقول كلمة اللي عنده نظر بميز، طب هو كان بيعرف ثقافة هذا الشخص؟ ما كانش بيعرف ثقافته. فأنا ممكن برضه يعني حصل معي نفس الموقف، إنه واحد كان وأنا زي ما تقول ما أجبتوش عليه، أو همشته، أو أجبته بإجابة ثانية، أو ما فهمش إجابتي. فيعذرونا الإخوة. يعذرونا الإخوة لأي نوع من التقصير في نشوف الاختبار مع بعض. الاختبار طبعا يعني زي ما انتم شايفين، معلش استاذ كوثر، استاذ كوثر اسال السؤال كمان مره، اسال السؤال كمان مره، لانه انا اللي ملاحظه انه النت على ما يبدو مش كثير قوي، فبخسر. معلش تفضل اسال كمان. منظم الجهد، منظم الجهد يستخدم لتثبيت الجهد، احنا سبق وان تحدثت عن الزينر دايود كمثبت للجهد، لكن الزينر دايود قلت التياراتها منخفضه، نستخدم الزينر دايود احنا بنستهلك طاقه عاليه. استخدموا عملوا قطعه كامله اسمها منظم جهد، منظم الجهد بيحتاج لدراسه اكبر عشان انت بس تكمل وحده التاخد تاخذ منها جهد ثابت. واعطيتك فكره، قلت لك مثلا منظم جهد، يعني منظم جهد زي هذا ممكن يكون نص امبير، منظم جهد زي هذا ممكن يكون امبير، في منظمات جهد بتشبه الترانزستوره تماما بالحجم وبالشكل، هذاك من اللي في منظم الجهد طبعا غير عن مثبت الجهد. نشوف مثبت الجهد كيف الدائره تبعته. هنا مثبت الجهد انا مضطريت استخدم له مقاومه، اضطريت استخدم مقاومه، لكن المنظم لا، انا مش مستخدم هنا مقاومه ولا حاجه، انا مدخل على المنظم مباشره، هو في داخله ترانزستورات، في داخله مقاومات، ايش ما يكون في داخله يكون، المهم انه بدخل له واحد، بدخل له جهد
مثلا لغايه 24 فولت، هو بطلع لي منهم 5 فولت طاقه جدا، ولازم يكون داخل بزيرو خارج حوالي 2 فولت. يعني ما بينفعش مثلا هنا انا استخدم ادخل هنا 6 فولت واقول بتطلع 5، ما بطلعش. نحاول ان اختبار، وبرضه اللي بيسال سؤال برجع له مش مشكله. اختبار نهايه الدوره، طبعا انا ما لحقتش حتى اراجع الامتحان، حتى لو في اخطاء املائيه ما لحقتش اراجعه، لان معظم منها صراحه يعني. الاختبار، الاختبار هذا يعني بده كل واحد يحاول يحله، كل واحد التزم بالدوره لازم الاسئله، لانه يعني لازم بعد ما انت تلتزم الدوره يعني على الاقل معلوماتك تزيد شويه، او يعني درس عليك باي شكل من الاشكال يعني. انما الواحد يكونها يخش دوره ونطلع منها لما نخش دوره ونطلع منها يعني بدون فائده، صحيح بيكون اهدرنا الوقت بتاعنا. لكن يعني اقول السؤال الاول مثلا واسئله اونلاين ماشي الحال، هاي بدي احط واحد، السؤال رقم واحد، طبعا 6 من 12 اللي اجابوا لحتى الان، لكن الاجابات الاكثر هي الاجابات الصحيحه، الاجابات الاكثر هي الاجابات الصحيحه. نحاول نشوف السؤال رقم 2، الإجابة الصحيحة طبعا هي الإجابة رقم 2، القيمة الكلية الزائدة. في عندنا السؤال رقم 2، هنا لو نسبة الخطأ عشان إيش؟ اللي هو السؤال رقم 2، بهمنا لو نسبة الخطأ في المقاومة عشان نعرف، عشان نعرف اتجاه التركيب، ولا عشان نعرف اتجاه القراءة، ولا إنه هو الأكثر بعدا عن الحافة. برضو الإجابات صحيح، لكن ما زال عندي إجابات خاطئة، يعني مستحيل، يعني أنا من لون نسبة الخطأ هو في فقط في معرفة اتجاه القراءة تبعت المقاومة، اللي جاوب طبعا عليه أكثر. نشوف السؤال اللي بعده، ماشي بدي أحط السؤال رقم 4، احتياطات الأمن والسلامة، اللي هو من احتياطات الأمن والسلامة بالتالي عدا، يعني في واحدة لا مش صحيحة، اللي هو لا يجوز لمسه مع عدم الحاجة لذلك، عدم اللمس بكلك اليدين، عدم اللمس ما لم يتوفر عزل مناسب عن الأرض. مش الثالث، ما حطيناش الثالث، ما سألتهاش. بعدين مش شرط أجاوب على كل الأسئلة يا أستاذ مروان. 4 عدم يوفر عزل مناسب على الأرض، هذا ما فيش إجابات صحيحة يا إخوان. حاولوا في إمكان تغيير الخيارات. طيب ماشي الحال. احتياطات الأمن والسلامة، أنا بقول عند لمس، إذا أنا بتعامل معاك في هذا الموضوع كفني، يعني مش كمستهلك، أنا بتعامل معاك كفني، أنا معاك، أنا بتعامل معاك الآن كفني، أنا الولد اللي في الدار الصغير بقول له ممنوع تمسك الكهرباء، لكن أنت كفني ظروف العمل بتاعتك بتضطرك تمسك الكهرباء، يبقى لما يقول لا يجوز لمس التيار الكهرباء مطلقا، لا أنا معناتها كتفت حالي، أنا بضيع حالي إيش؟ جهد كبير. يجوز لمس التيار الكهرباء بكيفك أو مش بكيفك، أنت حتلمسه في خلال تعاملك مع الأجهزة، يعني أنت معرض في كل لحظة انك انت تمسك التيار الكهربي، مطلقا هي الخطا، يعني واحد هي الخطا. عدم لمسه عند عدم الحاجه، اوكي صحيح انا ما بلمس التيار الكهربي الا لما اكون محتاج لذلك. ما بلمسوش بايديا تنتين، هذا صحيح احتياطات امن وسلامه. عدم اللمس ما لم يتوفر عزل مناسب، يعني ما ينفعش انا امسك التيار الكهربي لما اكون انا مش معزول على الارض. لكن انا كفني
لا انا معرض لانه المس التيار الكهربي سواء اردت ذلك او لم اريد ذلك، لكن ظروف العمل تبعتي ممكن تخليني المس التيار الكهربي، لكن انا ما بلمسوش شطاره يعني. يعني انا ما بلمس التيار الكهربي شطاره، على فكره الاسئله العكسيه هي كثيره. لكن انا ما بلمس التيار الكهربي شطاره. اوكي. يبقى الاجابه الصحيحه ان هو اللي هو لا يجوز لمسه مطلقا، هي الخطأ. مطلقا هي الخطأ لأنه لمس التيار الكهربي. شوف لنا كمان سؤال اختياري، نختار لنا كمان سؤال. هذا تحدثنا فيه في المرة الأخيرة. سؤال 6 هذا سهل، نحاول نقول السؤال 6. سؤال 6 برضه سؤال عكسي. سؤال عكسي، أهم ما يعنينا في خواص الثنائي كل التالي ما عدا الجهد التيار المقاومة طرد. يعني في حاجة شاذة أنا ما بتهمنيش أنا في الثنائي، إيش هي؟ في حاجة من خواص الثنائي أنا ما بتهمنيش، إيش هي؟ الجهد ولا التيار ولا المقاومة ولا التردد؟ كويس يا مروان، كوثر فعلا هو اللي بيهمنيش المقاومة، لأن أنا أصلا ما بعرفش قديش مقاومته يعني، من الأساس ما حدش هيذكر لك قديش المقاومة تبعته، اللي إذا المقاومة هي اللي ما بتهمنيش في خواص لأنها مش موجودة أساسا. نحاول نختار لنا كمان سؤال. السؤال الرقم 9 لا نشوف. شوف سؤال رقم 10. السؤال رقم 10 إيش بيقول السؤال رقم 10؟ جميع التالي هذا محولات الخلايا الشمسية البطاريات. ماشي يا استاذ مروان، استاذ محمد واستاذ كوثر، حاولوا تجيبوا على الاستطلاع عشان انا ما اقدرش اسمي الاسامي، لكن واضح انه اجاباتكم ان شاء الله كانت صحيحه. وعلى فكره هذا اقل خطا في السؤال، كويس، يعني اقل الناس اخطات في هذا السؤال. وعلى فكره مهم يعني يمكن السؤال يكون تافه للبعض، يمكن السؤال يكون تافه للبعض، لكن هو مهم جدا ان اعرف الحاجه اللي بتعمل الفعل والحاجه اللي هي بتكون رده فعل علشان انا اعرف اتصرف مع الاشياء. يعني جيد ان انا اكون عارف هذه الاسئله، طبعا هذا كان اكثر اجابه، اكثر حاجه على اجابه صحيحه، ارجو انكم ما تجاوبونيش هنا علشان لا خلينا شويه نخش على اللحام بالقصدير. نخش على اللحام بالقصدير اللي هو بلاش. الإجابة 1، الإجابة 2، 3، 4. كل الناس ما فيش وقت إنه إحنا بعدين أجاوب على كل الأسئلة يعني. أنا مش معني أجاوب عليهم كلهم. خلينا نقول السؤال، قلنا خطوات اللحام بالقصدير. ليش ما فيش استجابة؟ معلش أنا الظاهر قطع النت وإجا من عندي. النت قطع وإجا من عندي. خطوات اللحام. قصدير بعدين حرارة بعدين ناخذ الشكل الانسيابي، ولا حرارة بعدين قصدير بعدين ناخذ الشكل الانسيابي، ولا بناخذ الشكل الانسيابي بعدين نعطي حرارة بعدين ناخذ قصدير. وبعدين انا متعود على الاجابات الصحيحة والخاطئة. في التدريب عندي بحاول اشجع الكل انه يتجاوب معايا، وبقول له انه اللي بيجاوب غلط انا ما بضربوش عادي، جاوب غلط جاوب صح، المهم انت يكون لك وجهة نظر يعني تكون قادر على التفكير. ماشي الحال، انا حانتقل الان. طبعا هو الجواب رقم حراره ثم قصدير ثم شكل انسيابي. حراره ثم قصدير ثم شكل انسيابي. بدي انا احاول انهي السبع او العشر دقائق اللي ضايلات في السؤال الاخير. هروح على السؤال الاخير. ماشي الحال، انا هروح على السؤال الاخير مباشره ونحاول نتناقش في السؤال الاخير. يس، هنحاول نتناقش في السؤال الأخير. السؤال الأخير اللي هو هذا، هنحاول نتناقش ما تبقى من زمن أو وقت في السؤال الأخير. بالمناسبة أستاذ يحيى حاول تكمل الدورة بما استطعت، يعني حاول تكمل الدورة، يعني شوف واحد يكمل الدورة وفهمهم إنه الدورة كانت ممتعة للأستاذ أبو أحمد، يعني هو كان مبسوط وهو بيدي الدورة وهو بيجتمع فيكم مهما كان عدد الحضور قليل أو كثير.
فاللقاء معك لا شك انه كان جميل مره. وبالمناسبه اوعك تفكروا انه انا قدرت اجيب الدوره كلها بهذا الترتيب وما غبتش ولا يوم بسهوله، لعلمكم انا عندي الكهرباء يوم ويوم لا، الكهرباء عندي يوم ويوم لا، لكن على كنتوا بتشوفوا انا كل يوم كنت ابقى متواجد، فش الا الدرس اللي فات لما انا ايش خشيت في غرفه غلط. عندي نت، صارت مشاكل في النت، كمبيوتر صارت مشاكل في الكمبيوتر، لكن حاولت بقدر المستطاع انه انا التزم بموعد الدوره يوم بيوم. بصير في شويه مجهود، لكن الحمد لله انه تم الموضوع، الحمد لله يعني تم الموضوع. وهنا عندي مساله شويه ملعبكه هيك، نحاول نطلع عليها. هنا السؤال بيقول اكمل المعادلات التاليه، يعني في 7، في 7 نحط ايدي على في 7، هي في 7، في 7 هذا في 7، شايفينه؟ مكتوب هنا في 7 يساوي ايش؟ مين بيقدر يجاوب لي اجابه هيك؟ في 7 يساوي في يساوي ايش؟ طبعا حيساوي ما دام في يعني فولت، يعني حيساوي حاجه فولت. في 7 يساوي في 6 مكتوب هنا كاتبين. في 7 يساوي في 6. نعم يا سام، حدا عنده إجابة مختلفة؟ حدا عنده إجابة مختلفة؟ عصام، نعم يا عصام. نعم يا عصام، معلش يا عصام. حدا عنده إجابة مختلفة؟ طبعا الإجابة إنه في 7 فعلا هو يساوي في 6. في 7 يساوي. طب في 5، بتقلي في 5 سهل برضه. في 5 ايش بيساوي؟ في 5 يساوي في 4، كويس؟ في 1، في 1، في 1 ايش بيساوي؟ رقم طويل، رقم طويل. في 1 ايش بيساوي؟ بيساوي في 2 زائد في 3، كمل. كمل يا استاذ مروان، في 1 زائد في 2، في 2 زائد في 3، اكتبهم يا استاذ يحيى. في 2 زائد في 3 زائد في 4 زائد في 7. ايوه هيك، في 2 في 3 في 4 في 6، طبعا 6 و7 متساويين، كويس، يعني مفهوم جيد كويس لحتى الان. طب في 7 زائد في 4 زائد في 3، في 7 في 4 في 3 ايش بيساوي؟ مين شاطر يجيب هذه المسألة؟ هذه فيها ناقص. في، ممتاز يا عصام، ممتاز يا عصام، يساوي في 1 ناقص في 2، ممتاز يا مروان، ممتاز. يعني هذه النتائج صراحة أنا مبسوط عليها. صراحة نتائج يعني حلوة خالص. طيب كويس، يساوي في 1 ناقص في 2، كويس. في 1 ناقص في 6 ناقص في 4 يساوي ايش؟ في 2 زائد في 3 استاذ مروان، كويس. في 2 زائد في 3، نخش على التيار. اي 1، ايوه عشان انت تكونوا شايفين. اي 1 ايش بيساوي؟ ايش بيساوي؟ اي 1 بيساوي اكثر من حاجه. بيساوي اي 2 زائد اي 6، لا بها شوية تركيز انا حتى لازم اركز، يعني 5 6 و7. اي 1 بيساوي 5 و6 و7، بيساوي 5 و6 و7 مع بعض، نعم. وبيساوي ايش كمان؟ في 1 على يا استاذ عصام هيك مش عارف انا هذه القسمه. اي 2 زائد اي 3. طب ماشي، الارقام كثيره، خليني اطلع منه هذا السؤال، خليني اطلع منه، خليني اطلع من التيار. لكن على ما يبدو برضه فكرتكم جيده وكويسه، يعني في استيعاب لمعنى الجهد، في استيعاب لمعنى التيار، في استيعاب لتقسيم الجهد. نشوف اسئله اسهل من هيك. بقول السؤال هذا، اذا كانت في 2 في 2
تساوي دي 3، فآر 1 بتساوي ايش؟ سهلة بتساوي آر 2 على طول على السريع. طب إذا كانت آر 3 تساوي آر 4، آر 3 تساوي آر 4، فإيش اللي متساوي عندي؟ إذا آر 3 تساوي آر 4، فإيش اللي بتساوي في الدائرة؟ في تيارين حيتساوون. ماشي قبل ما أخلص، اللي هو التيار 2 والتيار 3. بتهيألي ما ضلش إلا إنه إحنا نقول لكم شكراً على التزامكم بالدورة. شكرا جزيلا. طبعا الملف اللي حاولت احمله على ما يبدو تحمل، خليني احاول انقله، اتمسح جوجل، يمكن يكون الملف تتحمل. طبعا ما فيش معايا وقت افحصه، ما فيش معايا وقت افحصه، يمكن يكون هو هذا ان شاء الله المحل اللي تحمل فيه اللي عندي لحد درس الوقايه والسلامه، وباقي الدروس موجوده على النت. بالمناسبه اللي بيجمع كل الدروس يحاول يعطيني نسخه منهم على الايميل اللي اعطيته اياه، يعني اللي بجمع كل الدروس يحاول يعطيني نسخه منهم، وسلمونا على اي واحد يجي بعدي. والاستاذ يحيى بعث لي دعوه ان اعرف وقت ايش الدوره الجايه، عشان انا برضه بدي ايه التزم معاكم. تفضل يا استاذ مروان. ماشي يا استاذ مروان، تواصل زي ما بدك عن طريق القريه، عن طريق الفيسبوك. بس ما تخلينيش انسى اشكر الدعم الفني وعلى تعبهم معانا، وما انساش طبعا الاستاذ اللي كان بيبعث لي كل يوم رقم المحاضره اللي هو الاستاذ مجدي، ما انساش الاستاذ يحيى. طبعا الاستاذ يحيى باذل مجهود كبير، وكان ما شاء الله يعني بيتصل علي على حسابه. بارك الله فيك يا استاذ يحيى. نرجو يا اخوان انه يعني لو ربنا سبحانه وتعالى يكتب لي في هذا عمل صالح، بكون انا ان شاء الله يعني ايش عملت حاجه كويسه. وبالمناسبه قبل ما انسى، في حاجه بدي اقول لكم اياها، انه انا ان شاء الله في موضوع مفاجاه احب اقدم لكم اياه، ملوش علاقه في المهنه خالص، بس لابد من انه ان شاء الله كل هيكم تكونوا مدعوين يوم ما تسمعوا انه ملتقى هذا اكاديميه الدارين بتعلن عن موضوع عن المسجد الاقصى، بتكونوا كل هيكم مدعوين، لانه ان شاء الله هعمل موضوع وابقى انزله يعني في خلال شهرين ان شاء الله، في خلال شهرين طبعا عشان ما تنتظرنا تقولش كل يوم وقت ايش، يعني مش اقل من شهرين. هنزل ان شاء الله، هحاول انزل موضوع عن المسجد الاقصى المبارك. هحاول ان شاء الله، فكل هيتكم بتعتبروا انفسكم مدعوين، كل واحد حضر الدوره بيعتبر نفسه مدعو بشكل شخصي، غير الاخوه اللي ممكن يدعوا من اماكن اخرى. حدا له اي حاجه، حدا له اي استفسار، لانه انا يعني الحمد لله خلصنا الدورة، وأتمنى أنكم تكملوا مع شخص يكون إن شاء الله أفضل مني وأداؤه أفضل. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، نستودعكم في حفظكم. السلام عليكم. أهلا وسهلا بكم يا إخوة، وإن شاء الله يا إخوة يعني صراحة ما كنتش أتوقع أن الدورة تكون بهذه الروعة، صراحة معلومات جدا رائعة وجدا رهيبة. ان شاء الله ندخل ان شاء الله على نشتغل بيدنا ان شاء الله، يعني نبدأ نشتغل بيدنا، وعايزين ان شاء الله الدورة القادمة تكون ان شاء الله في مشاريع الكترونية. بس يعني صراحة عاوز مش عارف اقول لكم ازاي، بس عاوز ناس تساعدني في الموضوع ده، لانه هو متعب شوية، سواء لإرسال رسائل المهندسين في القارة الإلكترونية، أو التواصل معهم تلفونيا، أو إعداد المواضيع، أو التواصل مع الأعضاء في المواضيع اللي إحنا بنكتبها في القارة الإلكترونية، فهي بتاخد يعني بتبقى مشتتة شوية، فمحتاجين برضه ناس يبقوا يساعدونا في الأمور دي. فإن شاء الله إحنا عاوزين نتجمع بس في مكان واحد، على أساس نعرف ناخد فيه راحتنا، ونعرف ناخد نعرف كيف ممكن نساعدك. ان شاء الله احنا هنساعد بعضنا كلنا، بس احنا عاوزين نتجمع في مكان واحد، هو الفيس اضمن صراحة. الفيس اضمن من ناحية انه يعني القرية الالكترونية هتكون متعبة شوية لو خدنا راحتنا في النقاش، يعني وكده ممكن في بعض الناس يعني مش هيبقوا فاهمين احنا بنعمل ايه، او هيبقى يعني الموضوع برضه هيبقى محفوظ لمدة طويلة في القرية الالكترونية، وهيشوفوا بقى هيشوفوا يعني ما عندوش خلفية عن الموضوع او كده، فمش هيبقى حلو، مش هيبقى الموضوع مش هيبقى لطيف، لكن لما يبقى على الفيسبوك يبقى الموضوع احسن، عشان احنا نكون مجموعة. ف
طيب اخويا محمد فور داتا، الصفحه دي انت حضرتك انت اللي عاملها على اساس ما نبقاش متطفلين او نبقى يعني ندخل في نبقى ضيوف فقراء زي ما بيقولوا على طيب طيب ممتاز. لا دي كلمة عابرة بس كده اخويا مروان. طيب ممتاز ممتاز جدا ممتاز جدا. خلاص ان شاء الله. معلش انا عارف الدعم الفني عاوزين يطبحونا دلوقتي ويقفلوا الشات عشان عشان احنا بننزل روابط، بس معلش استحملونا. خلاص ان شاء الله نتجمع في الصفحه دي، نتجمع ان شاء الله في الصفحه دي ونبدا ان شاء الله ننسق فيها لدوره مشاريع الالكترونيات، بحيث نشوف مين اللي هيتواصل مع المهندسين، مين اللي يعني نشوف المشاريع اللي عاوزينها تنزل على اساس ان احنا يعني ما نبداش في حاجه صعبه او حاجه احنا لسه ما وصلناش ليها، لا عاوزين من الاساس زي ما بيقولوا، بس عاوزين يعني ان شاء الله عاوزين يبقى الشغل عملي، يعني ان شاء الله المشاريع الالكترونيات هنبدا يعني واحده بواحده ان شاء الله نبدا نشتغل نعمل دوائر بنفسنا ونبدا ننزل السوق، ننزل السوق كده ونشوف ازاي نجيب القطع ونشوف القطع الاحسن واللي ما عندوش مثلا. ممتاز. لو في مشاريع يعني لو في مشاريع جاهزه او حاجات بتفكر فيها يعني الناس فكرت فيها ممتاز جدا ان شاء الله، بس احنا نخش على الصفحه على اساس برضو كده. ايوه مش مشكله. وانا كنت بدات صراحه في عمل فيديوهات للعدد بتاعتنا، العدد اللي احنا هنحتاجها، وكنت عملت حاجه كده على سريع بعدين قلت لا المفروض تطلع بشكل افضل. فان شاء الله يعني اولا باول ان شاء الله يعني انا خلصت تقريبا كاويه اللحام، خلصتها متعلقات اللحام عموما، كاويه اللحام والقصدير وشفطه اللحام خلصتهم شرحتهم مع بعض، ان شاء الله انزل لكم الفيديوهات قريب. وشرحت برضو الافوميتر ازاي نجيبه ومنين نجيبه والكلام ده. برضو ايه دي اهم الحاجات، برضو المفكات الصغيره ايه انواعها اللي هنحتاجها وايه هنجيب مجموعات المفكات اللي هنحتاجها يبقى شكلها ازاي وهنجيبها منين، سواء كنت مثلا يعني اللي اعرفه انا اللي هو اسواق السعوديه واسواق مصر. ان شاء الله وكل واحد من الاخوه برضه هيقول لنا برضه الاسواق اللي حواليه. ده كده دراسه اقتصاديه تكون وفيت. انا تقريبا يعني كل جهاز بقوله بقول تقريبا سعره في مصر كام وفي السعوديه كام، لان انا عشت في السعوديه وعشت في مصر فاعرف الاسعار هنا وهنا، لكن ما اعرفش والله بره كده ما اعرفش يعني كام. لكن يعني هو برضه في بعض الاماكن بيبقى الاسعار فيها استثنائيه شويه، يعني زي فلسطين عند الباشمهندس اسامه الاسعار بتبقى عندهم عاليه شويه، مش زي الاسعار عندنا، السوق عندنا في مصر مفتوح، مش زي الاسعار في السعوديه، الاسعار في السعوديه اغلى سنه من اسعار مصر لان هم ما عندهمش تنافسيه. فانا بقول اسعار كل حاجه سواء في السعوديه او في مصر. فاعتقد ان هي دي ان شاء الله تكون يعني معلومه يعني مفيده لبعض الاخوه اللي هينزلوا الاسواق. وبقول يعني لو مثلا في جده بينزلوا بيشتروا منين، لو في مصر ايه الاسواق الحلوه الجميله وكده يعني. خلاص ان شاء الله على بركه الله نتقابل في صفحه الفيس ونتقدم بالشكر الجزيل صراحه لاكاديميه الدارين لاخوه الدعم الفني اللي هم حرصوا انه برضو يعني حافظوا على سير الشات برضو على اساس انه عارفين ان المحاضرات دي هتتسجل وبعد كده هتعرض للناس ان هي تظهر باحسن وافضل صوره. نشكرهم جزيل الشكر ونشكر فريق التسجيل، نشكر المهندس أسامة مطر صراحة يعني تعب معانا ربنا يجزيه كل خير، ونشكر كل الحضور اللي بيهم نجحت الدورة، ونشكر فريق التسجيل اللي بيسجل لنا الدورة أول وأول، ونشكر فريق الرفع برضو، ونشكر برضو الأستاذ مجدي سيد اللي هو مدير الأكاديمية. الشكر للجميع، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.